السلام عليكم، ازيك شباب؟ وفيديو جديد على قناة ليدو جيمز ولعبة ارينا بريك اوت. لو انت عندك سلاح ومحتاج تعدل عليه، او سلاح اساسا متعدل جاهز وموجود عندك بس برضو انت محتاج تغير فيه حاجة، شايف اللي هو ده مش المطلوب ومحتاج اللي انت تعدل فيه زيادة، الفيديو ده مخصوص عشان. نفترض مثلا لو انت عندك سلاح في القائمة بتاعتك، مثلا الاي كي ام، ده السلاح ده موجود. طبعا هو السلاح ده متوفر كتير جدا وبيجيلك حتى من لوت وكل حاجة، بس نفترض اللي هو ده اللي انت محتاجه بس انت عايز تعدل عليه. طبعا بتضغط عليه، في حاجة اسمها الجان سمايز تحت، بتضغط عليها بتوجهك للصفحة اللي انت شايفها دي. كل الاجزاء اللي موجودة اللي انت شايفها تحت دي، هي دي اجزاء السلاح الفعلية اللي هو قدامك، ده الاجزاء السلاح بتاعتك. لكن انت دلوقتي محتاج تعدل جزء جزء. مجرد ما انت بتضغط على اول واحدة فيه بتفتح معاك قايمة تانية خاص بالجزء اللي انت عايز تعدل عليه. لو في حاجة موجودة عندك في المخزن بتاعك او المكان بتاعك موجودة اساسا، بيبقى موجود عليها علامة الصح اللي دي متوفرة عندك، فانت لو انت عايزها بتضيفها، عايز تجيب حاجة تانية برضو انت بتختارها. فانت هنا بتشوف الحاجة اللي انت عايز تعدل عليها بالتحديد وبتضغط عليها. طبعا القايمة اللي على ايدك الشمال ده بيجيب لك بقى اللي هو سرعة الارتداد والثبات والكلام ده كله، ده انت ممكن بتشوف القايمة اللي عندك وبتجرب كل الاجزاء لحد ما انت بتطلع نتيجة كويسة في السلاح بتاعك. وفي النهاية خالص، بعد ما خلاص بقى ما بتركز على السلاح اللي انت محتاجه بالظبط او التجمعية اللي انت عملتها في السلاح، بيجي لك القايمة اللي انت شايفها دي، كل جزء بالسعر بتاعه، بيجمعهم لك كلهم وبيقول لك السعر الخاص بكل الاجزاء اللي انت جمعتها. طبعا الحاجات اللي عندك اساسا مش هتشتريها، يعني السلاح نفسه عندك، لان السلاح ده اساسا برضه بيتفكك لوحده، يعني بيتباع منه اجزاء لوحده، فهو السلاح اساسا هو موجود عندك، فبيوصل للشكل النهائي اللي انت شايفه ده. ده انت بقى بتحاسب على الحاجات اللي انت ركبتها كلها، الاجزاء اللي انت اخترتها، فده اللي بيفضل معاك على طول وبتشتريه وبيوصل لك على طول للمخزن بتاعك. لكن هنا برضو في سلاح مثلا انت محتاجه وهو اساسا مش موجود عندك، مثلا لو ليكن الام 4، فانت عايز السلاح ده، فالسلاح ده انت بتشتريه بقى بكامل اجزائه، يعني السلاح نفسه باجزائه اللي هي موجوده والتعديل كمان عليه. يعني انت هتشتري دلوقتي السلاح اهو وتعدل عليه، فهو هيجيب لك كل حاجة اللي انت اخترتها، يعني السلاح بالحاجات اللي انت عدلت عليها هتحاسب عليه بالكامل خالص. وليكن برضو اللي انت وصلت للمرحلة دي، فانت برضو بتحاسب على السلاح بالكامل بكل اجزائه، السلاح زائد الاجزاء بتاعته، برضو القايمة كلها بتجيلك وبتحاسب عليه بالكامل كل الموجود عندك. طبعا لو عندك برضو اجزاء متوفرة عندك في المخزن بتاعك برضو بتتحاسبش عليها. طب لو انت عندك برضو سلاح اساسا هو متعدل جاهز عندك، بس انت برضو محتاج تغير فيه جزء معين، وليكن السكوب اللي انت ده مش عاجبك، فانت عايز تغير بسكوب تاني خالص غيره، فانت برضو بتضغط على الجان سمايس، بيظهر لك برضو للصفحة اللي انت شايفها دي، وبرضو بيجيب لك كل الاجزاء اللي هي موجودة في السلاح، بيجيبها لك كلها تحت، وبتضغط على الجزء اللي انت عايز تغير عليه. وليكن مثلا احنا عايزين نغير على السكوب ده مثلا مش عاجبنا او عايز سكوب اعلى شوية، هتضغط بقى على السكوب وهيفتح لك قائمة السكوبات كلها موجودة، وانت بتختار السكوب اللي انت عايزه. برضو نفس الحكاية، السكوب بقى الجديد ده اللي انت هتحاسب عليه بس، لكن كل السلاح اساسا هو عندك، فانت مش هتحاسب على حاجة واحدة بس، هو السكوب اللي انت هتضيفه جديد. ونفس النظام برضو تقدر تعمله في البندقية القنص اللي هي الميشن، البندقية دي برضو من البنادق برضو اعتبر الجامدة شوية دي، برضو انت محتاج برضو تضيف حاجة جديدة، مثلا عايز تحط الليزر، عايز تحط الليزر مع البندقية برضو عشان يدي لك برضو التصويب بثبات شوية الكلام ده، فانت برضو بتركب الجزء الخاص بالبندقية
التعديل السلاح اللي هو تركب جنب منه اللي هو الليزر، ممكن تركب بقى ليزر واحد او اتنين ليزر زي ما انت عايز في السلاح بتاعك. لو برضو لو انت عندك متوفر الليزر اساسا موجود عندك برضو في المخزن بتاعك ما بتحاسبش عليه، انت بتحاسب على الحاجة اللي انت هتاخدها زيادة بس. انت عايز تركب واحد ممكن، عايز تركب اتنين برضو مفيش اي مشكلة في السلاح بتاعك، انت برضو بتقدر اللي انت تعدل عليه براحتك، والموضوع بسيط جدا يا شباب، ما بياخدش منك اي وقت ولا اي حاجة تاني خالص. كل حاجة على فكرة هنا في اللعبة متبسطة قوي، يعني الموضوع ما هو صعب زي ما انت ممكن تكون فاهم، الموضوع سهل جدا جدا، تقدر تعدل على اي سلاح براحتك جدا. لو في اي حاجة تانية انت محتاج تعرفها عن لعبة ارينا بريك اوت اكتب لي تحت في الكومنت، وان شاء الله برضو هجاوبك عليها على طول. دي كانت اخر حاجة شباب، تسنوش دعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفك فيديوهات كتير جدا. سلام.